انتقاله. ثم دخل سنة 24 و600 سنة 624 هجري ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر. لما فرغ جلال الدين من الإسماعيلية وبلغه الخبر أن طائفة من التتر عظيمة قد بلغوا إلى دامغان بالقرب من الري عازمين على قصد بلاد الإسلام، فسار إليهم وحاربهم واشتد القتال بينهم فانهزموا منه، فأوسعهم قتلى وتبع المنهزمين عدة أيام يقتل ويأسر. فبينما هو كذلك قد أقام بنواحي الري خوفا من جمع آخر للتتر، إذ أتاه الخبر بأن كثيرا منهم واصلون إليه فأقام ينتظرهم. وسنذكر خبرهم سنة 25 و600 625 هجري. ثم دخلت سنة 25 و600 سنة 625 هجري ذكر الحرب بين جلال الدين والتتر. في هذه السنة عاود التتر الخروج على الري، وجرى بينهم وبين جلال الدين حروب كثيرة. اختلف الناس علينا في عددها، كان أكثرها عليه، وفي الأخير كان الظفر له.